شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم الأربعاء القادم يصادف على ما هو المعروف ذكرى ميلاد الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولد الإمام في العاشر من شهر ربيع الثاني من عام 232 للهجرة، واستشهد الإمام صلوات الله عليه في اليوم الثامن من ربيع الأول من عام 260 للهجرة. قام بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ولده خاتم الأوصياء المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. نتحدث حول هذا الإمام ضمن فصلين. الفصل الأول الظروف، الفصل الثاني الأدوار. أما بالنسبة إلى الفصل الأول الظروف التي عاشها الإمام العسكري، كانت
ظروفا حرجة جدا. كانت حرجة بالنسبة إلى نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وحرجة بالنسبة إلى شيعة الإمام والموالين للإمام. نحن نذكر روايتين، هاتان الروايتان يمكن أن تكشف لنا جانبا من جوانب الضغط والكبت والإرهاب التي كانت تحيط بالإمام وكانت تحيط بشيعة الإمام، حتى نعرف أن آباءنا وأن أجدادنا في أي ظروف عاشوا، وكيف أوصلوا هذه الأمانة إلينا، هذه النعمة التي هي أعظم النعم علينا، أعظم نعم الله علينا هي نعمة الإيمان. بل الله يمن عليكم، أنا ما أتذكر مكان في القرآن الله تعالى يستخدم هذه الكلمة، كلمة المن. الله أعطانا نعم لا تعد، ولكن لا أتذكر مكانا واحدا الله يمن على عباده بنعمة من النعم التي أعطاها لهم. ولكن عندما تأتي نعمة الإيمان، الله تعالى يقول: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه النعمة العظيمة التي نحن الآن متنعمون بها ما وصلت إلينا مجانا، آباؤنا أجدادنا تحملوا الكثير حتى أوصلوا هذه الأمانة إلينا. الرواية الأولى التي تكشف جانبا من جوانب الضغط الذي كان يعيش فيه الإمام وكان يعيش فيه المؤمنون. في يوم من الأيام الإمام في محضر من شيعته ومواليه، فقال الإمام حديثاً ربما يبدو عجيبا، قال الإمام: إنا أمرناكم بالتختم باليمين، ونحن الآن نأمركم بالتختم بالشمال. فإنه من أدل دليل على ولايتنا أهل البيت. هذه الرواية نوضحها ضمن النقاط. النقطة الأولى: التختم باليمين سنة نبوية. النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين، وكأنه هكذا يبدو أن الشارع، أن الدين نظم الأعمال
الأعمال الرفيعة جعلها لليمين، والأعمال الوضيعة جعلها للشمال. هذا النوع من أنواع التنظيم في القانون الديني كما يبدو. راجعوا كتاب الطهارة في مباحث الاستنجاء، هنالك كلام حول هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وآله، حتى لاحظوا القرآن الكريم، الله تعالى يقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن. هذا الأيمن مو صفة للطور، صفة للجانب. عندما موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه كان يأتي من مدين، جاءه الخطاب الإلهي من جبل الطور، ولكن من أي جانب؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا الجانب مو ذلك الجانب. كأن اليمين له خصوصية في الإسلام وفي معادلات الكون. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يتختم باليمين. وهنالك في الأحاديث سئل الإمام الكاظم صلوات الله عليه: لماذا كان علي يتختم باليمين؟ فقال له الإمام: إن النبي كان يتختم باليمين. هذه قبل أن تكون سنة علوية، هي سنة نبوية. النقطة الثانية، تم هنالك نوع من التحويل. هذه السنة النبوية ككثير من السنن الأخرى تم تحويلها. متى تم هذا التحويل؟ في قضية التحكيم. جاء أبو موسى الأشعري وصعد مكانا عاليا وقال: إني خلعت صاحبي، يعني أمير المؤمنين. بعده جاء الدور لعمر بن العاص وقال: إن هذا خلع صاحبه وأخرج خاتمه من يده اليمنى، ولكنني أثبت صاحبي وأدخل خاتمه في يده اليسرى. أبو موسى الأشعري اللي كان رجل مغفل وساذج وملعون خلع صاحبه، ولكنني أثبت صاحبي يعني معاوية وأدخل الخاتم في يده اليسرى. هذه القضية صارت بداية لتحويل السنة النبوية إلى سنة أموية. السنة النبوية كانت شنو؟ التختم باليمين. السنة الأموية أصبحت التختم بالشمال، خلافا لله، لما أمر الله، وخلافا لما جرت عليه سيرة رسول الله. هذا مو فقط في التختم، في كل شيء. الأمويون ومن قبلهم نقضوا سنة رسول الله حجرا حجرا، حتى الوضوء. النبي 10 أعوام تقريبا كان يتوضأ أمام المسلمين، وكل المسلمون كانوا يشاهدون أن النبي يتوضأ من المرافق إلى الأصابع 10 أعوام تقريبا، الكل كانوا يشوفون.
ولكن إلى أن قام ثالث القوم، التحويل بدأ من ثالث القوم. قال رسول الله ما كان يتوضأ الشكل، وإنما كان يتوضأ الشكل. وقام ضده الأصحاب، إحنا خشفنا رسول الله ما توضأ مرة واحدة، مئات المرات توضأ أمامه أو أكثر أو أقل، عشرة أعوام تقريبا. قال لا، النبي هالشكل كان يتوضأ. ولذلك حتى من علمائهم، راجعوا كتاب لطيف وضوء النبي صلى الله عليه وآله، يثبت أن النبي كان يتوضأ بهذا المنهج، هالشكل كان يتوضأ. من مصادرهم، من علمائهم، حتى مجموعة من علمائهم خالفوا الثالث، كانوا يتوضون كما يتوضأ رسول الله. ولكن السنة النبوية تبدلت إلى سنة أموية. راجعوا الكتاب وشوفوا الكتاب من مصادرهم. كان واحد من علمائهم قرأ الكتاب، كان يقول، كتب لمؤلف الكتاب كما حدثني المؤلف، هو يقول أنت ماذا فعلت؟ أنا كل يوم عندما أروح أتوضأ يجي في ذهني هذا الخاطر، أنا كل يوم أتوضأ ثلاث مرات أو خمس مرات، عندما أبدأ بالوضوء يجي في قلبي هذا الشك أني دا أتوضأ وضوء النبي أو وضوء فلان. يعني مو في قضية التختم باليمين فقط، لا، في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، في الحج، في الطواف، في الطلاق، حتى في الطلاق. الله يقول الطلاق يحتاج إلى شاهدين، وأشهدوا ذوي عدل منكم، هم يقولون ما يحتاج إلى شاهد. الله في النكاح يقول ما يحتاج إلى شاهد في القرآن الكريم، هم يقولون يحتاج إلى شاهد. يعني بالعكس بالضبط، الله في النكاح يقول وأنكحوا الأيامى منكم، بعد شهود ماكو، هم يقولون يحتاج إلى شهود. الله في الطلاق يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، هم يقولون ما يحتاج إلى شهود. الله يقول الطلاق ثلاث مرات، الطلاق مرتان كذا، فإن طلقها من بعد، هم يقولون الطلاق مرة واحدة ثلاثا يكفي. يعني شوفوا بني أمية وأمثالهم عمدوا إلى سنة رسول الله حجرا حجرا، فنقضوها واحدا واحدا. والعجيب هؤلاء اللي إلى الآن دا يعيشون، هذه كتبهم، هذه مصادرهم، ليش ما يراجعون؟ على كل حال، فأصبح الفارق بين المؤمنين والموالين إحدى الفوارق، واحدة من الفوارق الوضوء، منهج الوضوء، واحدة من الفوارق منهج الصلاة، إحدى الفوارق الواضحة التختم كان. المؤمنون الموالون اتباعا لمنهج النبي كانوا يتختمون باليمين، والآخرون خلافا لله وخلافا لرسول الله وخلافا لأمير المؤمنين كانوا يتختمون بالشمال. هذه علامة واضحة. الإمام يقول في مجمع إنا أمرناكم بالتختم باليمين، هكذا أمرناكم من قبل، ولكن الآن نأمركم. هذا الكلام كما يقول الرواة كان في عام 260 هجرية، يعني في السنة التي استشهد فيها الإمام العسكري. الآن نأمركم بالتختم بالشمال، ليش؟ فإنه من أدل دليل عليكم.
يشوفوكم أنتم متختمين باليمين يعرفون أنكم موالون لأهل البيت، يأخذوكم يقتلوكم. الذي يتختم باليمين جزاؤه القتل، جزاؤه السجن، جزاؤه التعذيب. هذا جزاء من يقتدي برسول الله. هذه الرواية تبين لنا جانبا من الظروف التي عاشها الإمام وعاشها الشيعة آنذاك. الرواية الثانية، ينقل هذه الرواية أحد الرواة، يقول: جئنا مع فلان الحلبي إلى مدينة السامراء. الإمام جلب إلى مدينة السامراء، الإمام هو كان في المدينة، ولكنه الإمام الهادي صلوات الله عليه مع أبيه جلب بالقهر إلى سامراء حتى يكونون تحت نظر الحاكم في مدينة العسكر، يعني مثل ثكنة عسكرية، مثل مدينة العسكر. الإمام جلبوه إلى هنا في وسط العسكر وتحت نظر الحاكم. يقول الراوي: جئت أنا وفلان الحلبي إلى سامراء وأخذنا نترصد خروج الإمام صلوات الله عليه، فخرج. يبدو كان يوم معين أو وقت معين الإمام كان يطلع. يقول: فخرج إلينا توقيعه، توقيع الإمام العسكري. يقول الإمام في هذا التوقيع: إذا خرجت فلا تسلموا علي، لا تسلمون علي. يعني في ذلك الظرف أحد الموالين لأهل البيت ما كان يتمكن يسلم على الإمام، اللي السلام حق لكل مسلم، أي واحد مسلم شفتوه بالطريق سلموا عليه، هذا حق له من حقوقه. ولكن إمام من أئمة أهل البيت، إمام معصوم، واحد ما يتمكن يسلم عليه، ولا يشر إلي بيده، يعني حتى إشارة، واحد يشير للثاني مع الثاني يقول هذا هو الإمام، ولا يشر إلي بيده ولا يومئ إلي. الإيماء الظاهر يعني الإشارة بالرأس أو بالعين، واحد مو بإيده، حتى برأسه أو بعينه لا يشر أن هذا هو الإمام. فإنكم، لاحظوا التعليل، لا تأمنون على أنفسكم. إذا واحد سلم على الإمام أو أشار بيده إلى الإمام أو أومأ بعينه إلى الإمام، واحد من الجنود في تلك الثكنة العسكرية مدينة السامراء، إذا شاف لا يأمن على نفسه، يعني يمكن يأخذوا يقتلوا، أنه ليش أشرت إلى هذا الإمام؟ لا بأس بأن ننقل تتمة هذه الرواية، كان شاهدنا إلى هذا المقطع. يقول هذا الراوي، يقول: وكان بجنبي شاب، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان من ولد أبي ذر الغفاري، أنا من أولاد أبي ذر، من أحفاده يعني.
فقلت له: ولماذا جئت إلى هنا في مدينة سامراء؟ فقال: أردت أن أرى الإمام، يمكن أشوف منه دلالة تطمئن قلبي، أريد أن أطمئن أن هذا هو الإمام. يقول: فجاء الإمام ومر ووصل إلينا في الطريق، فالتفت إلى هذا الرجل، ولعله بقدرته، بالقدرة الغيبية، بقدرة الإمامة، صرف أنظار الناس عن هذا المشهد السريع. قال له الإمام: أغفاري أنت؟ يعني من أولاد أبي ذر أو من قرية غفار، من مدينة غفار؟ قال: نعم. قال: ما فعلت أمك حمدويه؟ يعني شلون أمك؟ فقلت: بخير. ومر الإمام. هو هذان السؤالان يمكن في كم ثانية، فمر الإمام. فقلت لهذا الشاب: هل رأيت هذا من قبل؟ شايفه من قبل؟ قال: لا. قال: هل عرفته من قبل؟ قلت: لا. الإمام: لا شايفه ولا شايفني، كيف عرف أني من أولاد أبي ذر؟ وكيف عرف أن أمه اسمها حمدويه؟ قلت له: أو يكفيك هذا؟ هذا المقدار كافي حتى يثبت لك إمامة هذا الإمام؟ قال: نعم، ويكفيني دون هذا، أقل من هذا يكفيني لكي يثبت لي أن هذا هو الإمام. لاحظوا ذلك الظرف الذي عاشه آباؤنا، واحد ما يتمكن يتختم باليمين لأنه يعرف، واحد ما يتمكن يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ علي بن يقطين، لأنه إذا عرفه الحاكم أخذه وقتله. واحد ما يتمكن يسلم على الإمام أو يشير إلى الإمام أو يومئ إلى الإمام، لأنه بتعبير الإمام لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، روحه في خطر. إحنا كنا نريد نتحدث حول الفصل الثاني، وهو فصل مهم في حياة الإمام العسكري صلوات الله عليه، وهو الأدوار المهمة التي قام بها الإمام، ولكن ضايقنا المجال، نؤجله إن شاء الله لوقت آخر. أحد الأفراد المعروفون هذا كان يتجول، هذا يبين لنا جانبا من الصور التي عاشها آباؤنا وأجدادنا. يقول: كنت أتجول، مؤلف كتاب الرحلات المشهور المعروف، هاي القضية يمكن قبل 500 سنة 700 سنة، ما أدري بالضبط، المؤرخ المعروف، الرحال المعروف، يقول أنه: كنت أتجول فوصلت إلى بلد، فكنت أصلي مسبل اليدين. النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي مسبل اليدين. متى تغير هذا؟ في عهد ثاني القوم، شاف أسرى من فارس عندما جاءوا بهم أمامه وقفوا هكذا، فقال لهم: لماذا وقفتم هكذا؟ قالوا: هذا التعظيم منا لأمرائنا لحكامنا. قال: أدخلوه في الصلاة،
هذا نوع من تعظيم الله تعالى. الله ما كان يعرف حتى يدخله في الصلاة، رسول الله ما كان يعرف، صاحبك اللي كان قبلك ما كان يعرف، انت قبل هذه الفترة ما كنت تعرف. كل واحد يعجبه فشي دخله بالصلاة تصير حقيقة ثانية، ماهية ثانية. فيقول كنت أصلي مسبل اليدين، لأن حتى الآن في المذاهب الأخرى هنالك مذاهب يصلون مسبلي اليدين. أكو بعض المذاهب، فيقول هم شكوا فيه أنه أنا من الموالين أم لا، لأن هذه العلامة علامة مشتركة، هو من المخالفين. يقول فقدموا إلي لحم الأرنب، لأن الأرنب عند الشيعة من المحرمات وعندهم من المحللات، فأكلت لحم الأرنب فعرفوا أني منهم، وإلا إذا ما كان يأكل لحم الأرنب كان في خطر. هذا أيضا يعكس لنا جانبا من الظروف التي عاشوها، ومع ذلك مع هذا الضغط مع هذا الإرهاب أوصلوا هذه الأمانة إلينا. إحنا أيضا هذه الأمانة التي تلقيناها ينبغي كل واحد بمقداره، كل واحد بالمقدار الذي يتمكن أن يوصل هذه الأمانة إلى الأجيال اللاحقة. هذا حقيقة توفيق، واحد يتمكن أن يبني مسجد، هذا نوع من المساهمة في هذا المجال. واحد يتمكن يبني حسينية، هذا نوع من المساهمة في هذا المجال. واحد يتمكن يكتب كتابا، ينشر كتابا، أي شيء واحد يتمكن، هذا توفيق ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.